السؤال الثالث، من تولى منصب شيخ الأزهر من العام؟ سهل، 1500 جنيه، وسط 7500 جنيه، صعب 15000 جنيه. والاثنين اختاروا سهل. وبرضه احمد هيجاوب وانت هتقولوا له برافو يا احمد. معلش المره دي احمد هو اللي لازم يجاوب مش اسكندر. شاء الله. انا اسفه بس ان شاء الله ان شاء الله. سؤالنا ب 1500 جنيه. من تولى منصب شيخ الازهر من العام 1996 حتى العام 2010؟ حسين طنطاوي. اهو حسين طنطاوي. انا قلت حسين طنطاوي ده سياده المشير. اسمه طنطاوي، الشيخ طنطاوي بتاع الازهر، بس انا مش فاكره اسمه ايه. طنطاوي هو محمد طنطاوي. محمد طنطاوي الشيخ طنطاوي بتاع فكرته الازهر. قولوا لي اخر كلام كذا. اخر كلام محمد طنطاوي. اخر كلام الشيخ طنطاوي. ايوه الشيخ طنطاوي. اسمه مش مشكله، هم ما عندهمش ولا غلطه، فعادي جدا ان الاجابه الشيخ طنطاوي تكون صحيحه. ياه. محمد سيد. افرح يا حماده. حلو، وكسبتوا 1500 جنيه ورصيدكم ب 11500 جنيه. اخبار الثقه بينكم ايه؟ بتزيد. بتزيد فعلا. انا كمان. بس انت بتخليه يشك فيا. لا خالص. احمد. لا ما تقلقيش. اخباركم ايه في الرياضه؟ تابعوا رياضه؟ ايه الرياضه المفضله بالنسبه لك يا احمد؟ الكوره. الكوره ودنيا تخطيف كده يعني، بس مش شاطره قوي، بس يمكن كوره اكتر حاجه يعني. تشجعي فريق معين؟ زمالك. زمالك. احبك يا روحي. وحضرتك اهلاوي؟ الاهلي برضه احبك. خد السؤال ده، السؤال الرابع، حقق الاهلي البطوله السابعه لدوري ابطال افريقيا، فما هو؟ سهل ب 2000 جنيه، متوسط 10000 جنيه، صعب 20000 جنيه. بطولة 2012 دي. اوكي؟ اوكي. احمد اختار وسط والانسه اختارت سهل. سهل، اوكي. سؤالنا ب 10000 جنيه. خلي بالك يا احمد هي معتمده عليك. ان شاء الله. وتأدوا حدود ان شاء الله. السؤال هو، حقق النادي الأهلي البطولة السابعة لدوري أبطال أفريقيا، فما هو عدد الأهداف التي أحرزها الأهلي في مباراة التتويج؟ هدف واحد. إيه اتنين جونين. مين جابهم؟ طب قول لي. سيد حمدي و شاوروا مع بعض. جونين. إجابة أخيرة. معلش أنا معرفش، فأنا بثق في أحمد، فهو اتنين واحد قدام الترابي. أيوه. شفتيش الماتش كمان؟ لا. كام يا حماده النتيجه؟ 2-1 قدام الترجي. جونين. الاهلي جاب كام جون؟ ماليش دعوه. جونين. جاب جونين. مين اللي حطوهم؟ السيد حمدي ووليد سليمان. ايه رايك؟ انت مش عارفه مين سيد حمدي؟ ثقه عمياء بس هو صح. معرفش. واثقه في احمد؟ ايوه. معلش يا احمد عملها فيكي بقى. جونين الاجابه صحيحه. برافو احمد. يا احمد افرح كده واضحك. هاي وكسبتوا 10000 جنيه والرصيد وصل 21500.